كنشكر مبادره بلا حدود على هذه التظاهره. الحمد لله كان المدار كان جد مناسب، الجو كان مزيان، المدار كان زوين الحمد لله، احتليت على المركز الاول. انا الحمد لله فخوره بهذا التتويج ديالي، والحمد لله كان بريباراسيو ديالي الحمد لله كان بريباري الماراثون بنغلاديش اللي غيكون في 26 في هذا الشهر، والحمد لله انا جد فخوره بهذا التتويج ديالي. الحمد لله حاولت يعني ندير السباق، المنافسه نديرها مع راسي، احتليت على توقيت 33:18، والحمد لله انا فرحانه بهذا التوقيت ديالي. الحمد لله اليوم تمكنت بالفوز بالرتبه الاولى، وحصلت على توقيت جيد في المسافه 10 كيلومتر 28 دقيقة و 33 ثانية، كان أحسن توقيت لي في هذه السنة، وهاد 10 كيلومتر درتها استعدادا إن شاء الله لواحد نصف ماراثون غادي نلعبو في بنغلاديش في هذا الشهر إن شاء الله. وكنشكر هذه الجمعية مبادرة بلا حدود على يعني على هاد حسن التنظيم اللي كان يعني السباق في مستوى كبير من ناحية ديال تنظيم المطاف، يعني يعني كل شيء يعني من ناحيه جميع الجوانب كان سباق مستوى كبير. كنشكرهم على هاد يعني هاد سميتو على هاد النسخه هذه الاولى، كانت يعني ناجحه يعني بكل المقاييس. وكنشكروا ساكنه ايت ملول والجماعه ويعني والامن وكل شيء، يعني كنا ما حسينا حتى شي اشكال. وكنتمنى هذا يكون يعني اول نسخه، وتكون يعني يكون نسخ اكثر ان شاء الله في السنوات المقبله. الحمد لله كان سباق زوين، باركور زوين، كانت المنافسه الحمد لله كانت كل شيء مزيان. كانت المنافسه بطبيعه الحال بحضور عداءات في المستوى، ولكن بحكم كان تدربوا مجموعين وهذا قدرنا نواكبوا السباق ونمشيو مزيان. بالنسبه للمطاف كان مطاف بلا زوين، يعني كان كيساعد على انك دير توقيت جيد. وبالنسبه للجو الحمد لله كان جو ما فيه لا برد لا ريح لا حتى شي حاجه، كان مزيان اللهم لك الحمد، هو اللي كيعاون بزاف. بمناسبه تقديم الوثيقه ديال المطالبه بالاستقلال، ارتئينا اننا ننظموا هذا السباق هذا ديال 10 كيلومتر في مدينه ايت ملول، اللي تبارك الله راه كانت المشاركه ديال اكثر من 300 عداء، وزائد الاطفال يعني كاينه اكثر من 100 طفل، تقريبا شي 110 اللي كاينه ديال الاطفال. والسباق راه هو داز المسار ديالو، راه مسار نقي مزيان تبارك الله، وداز في ظروف جيده وفي في اجواء جيده. وكنشكروا الجماعه وكنشكروا السلطات والمطافئ والوقايه المدنيه والصحه والشركات المدعمه لهذا السباق هذا. وكنشكروا صاحب تنشكروا عامل عماله انزكانا ايت ملول على يعني على الاهتمام ديالو بالرياضه. وكنشكروا جميع الحضور جميع المشاركين. اليوم كنتواجدوا في ساحه قرب المركب الثقافي اللي كنحضروا مع جمعيه مبادرات بلا حدود اللي كتنظم السباق الاول ديال 10 كيلومترات في مدينه ايت ملول بمناسبه تقديم وثيقه الاستقلال، وهي بشراكه مع المجلس الجماعي وكذلك بعماله انزكان. كنهين اول الجمعيه على الدوره هذه اللي كنعتبروها ناجحه بكل المقاييس. هي دوره رياضيه بالدرجه الاولى، ثقافيه تآزريه، تنظيم محكم، ونتمنى ان شاء الله انكم السنه المقبله يكون في مستوى احلى واحسن ان شاء الله.